Express FM. طبعا الدورة هذه استنيناها برشا، استناو التوانسة المغرومين بالسينما والمغرومين بالثقافة. حضور الجمهور كان حضور استثنائي من ناحية العدد، معنا القاعات كانت تقريبا ثلاث أيام القطايا السينمائية كانت القاعات معبية مملوءة، وهذا يدل بلي التوانسة مازال عندهم الاهتمام بالثقافة واهتمام بالسينما، كل ثقافة تتعافى، ولكن السينما كل حال مازال قدامها شوط آخر. دليل على ذلك أنه ما ثماش رضا من الجمهور على الأعمال التونسية، فما إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله في المستقبل نهنيو معنا المخرجين معنا والممثلين اللي حازوا جوائز في الدورة هذه، نعتبر اللي هو كذلك التتويج نتاعهم هو تتويج تونس. يعني شو رايك في الافلام اللي تعرضت؟ انا بصفه عامه بحكم سني مش حاجه اخرى نميل للوثائقي، ما عادش نميل انا، وبالتالي اللي حاز جائزه هذاك نقول انا كما اخترته اللجنه اعتقد بانه والجمهور صفق عليه، نقول هذاك ان شاء الله معناه يكون ادى الغرض نتاعه.